لو مش مقتنع ان في حاجة اسمها عالم اخر، ولو مش مقتنع ان في شخص ممكن يختفي لمدة زمنية ويرجع ويقول انه ما كانش في مكانه وكان موجود عادي وما اختفاش ولا حاجة، وكل اللي حواليه عارفين انه ما كانش موجود، ولو مش مقتنع ان في حاجة اسمها حياة موازية، اتفرج على الفيديو ده. اتنين شباب من انجلترا، ماريا وتوني، الاتنين انجليز بيحبوا السفر وبيحبوا تغيير الجو وبتاع، والاتنين فنانين في الاصل. ماريا دي فوتوغرافر، حد بيحب التصوير وبيحب الاديت والكلام ده، وتوني في الاصل محاسب، لكن هو في الاخر برضو بيميل للشكل الفني او بيحب الحياة الفنية. المهم قرروا هما الاتنين يسافروا احد الدول الافريقية، من غير ما نقول الدولة دي اسمها ايه. الرحلة دي كانت في نوفمبر 2019. وصلوا المدينة الافريقية دي بالليل تقريبا الساعة 12 بالليل، وكانوا حاجزين في اوتيل. اول ما دخلوا الاوتيل حسوا ان في حالة خوف، في رعب كده، في المكان نفسه تحس انه مهجور كده، مفهوش حياة، يعني قليل جدا. ماريا كل كلامها انها اول ما دخلت الاوضة حست ان في حالة غريبة في الاوضة، في احساس غريب في الاوضة، حاسه دايما ان في حد معاهم، ان في شخص ثالث موجود، يعني مش مرتاحه خالص للمكان اللي هي فيه. المهم ماريا في اول يوم ليها في الفندق بعد ما نامت حلمت حلم غريب جدا، حلمت ان هي دخلت مكان مهجور بتتمشى فيه، شايفه حاجات مهدومه، يعني هدد واضح، مكان شكله مخيف جدا، قلقت، حاسه انه في حاجه غلط بتحصل. قامت من النوم مخضوضة وبتحكي لجوزها، لكن في الاخر يعني قال لها ده كوابيس عادية والكلام ده، لحد ما جاء الصبح عليهم وقرروا ان اول رحلة المفروض كانوا هيعملوها هي رحلة سفاري، هيدخلوا الصحراء كده يتجولوا ويلفوا ويشوفوا الاماكن هناك ويشوفوا المناظر الطبيعية ويستمتعوا كأول رحلة ليهم. وهي كمان عشان هي فوتوغرافر اساسا فواخده معاها الكاميرا واللابتوب بتاعها عشان خاطر ممكن تصور حاجه، ممكن يعني اي حابه تمشي بمعدتها. وصلوا هناك اتحركوا كده بالنهار، ومره واحده قالت لهم طب سيبوني في المكان اللي انا هقعد فيه ده، يعني مكان كده فيه طبيعه لطيفه جدا، هقعد اصور شويه وانتوا لفوا كده وانا قاعده مستنياكوا تمام. المهم توني خد الراجل اللي معاه اللي هو الجايد يعني او التور جايد اللي لف بيه وقعد يلف بيه وكده، وعاشوا حياتهم ورجعوا ما لقوش ماريا، مش موجوده، ما لهاش تواجد، لا المكان اللي هي قاعده فيه موجود، والبيتش باجي بتاعها اللي كانت راكباه ده موجود بس ما فيهوش، يعني واضح يعني في مكانه موجود لكن ما فيهوش حد. المهم قالوا اكيد انها بتتمشى بتلف هنا، يعني اكيد حوالين المكان، يعني حاجه طبيعيه بتصور حاجه. المهم فضلوا قاعدين لحد بالليل يدوروا مش لاقيين حاجه خالص. صوت الصحراء في المكان في الوقت ده يعني خلاص بدا فيه الرعب يظهر او الخوف فيه يظهر، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. فالتور جايد قال لي توني تعالى احنا لازم نقدم شكوى او نعمل محضر او نبلغ عن اختفاء ماريا، يعني قال له لا هي اكيد موجوده ندور تاني. قعدوا يلفوا تاني مفيش فايده برضو ولا ما لهاش وجود. رجعوا الفندق بلغوا الشرطه، الشرطة قعدت تعمل تحرياتها ملهاش تواجد تماما، مختفية تماما، مفيش يعني لف ومفيش. الشرطة راحت المكان نشطته بالليل قعدت تلف مفيش خالص. جاء تاني يوم توني طبعا الدنيا بلاك بالنسبة له مش عارف يتصرف ازاي، يوصل هناك برضو مش موجودة. تالت يوم يوصل هناك برضو مش لاقينها موجودة، وبعدين خلاص يعني هو مش عارف يعمل ايه، يعني اللي هو عمل كل حاجه مش عارف يعمل ايه. المهم واحد جاله قال له انت مفروض انت ماريا مراتك، قال له اه، قال له طب دي قاعده مستنيه، فقال له يعني ايه قاعده مستنياني، قال له موجوده انا شفتها هناك كنت يعني بياخد جوله يعني ولقاها موجوده. فهي بتساله بتقول له انا كان معايا جوزي هنا وكان في تور جايد معايا وبيلفوا سابوني فانا مش لاقياه، بس انا بدور عليه مش لاقياه. قال له ازاي خدني بسرعه. راحوا على هناك لقى ماريا قاعده عادي خالص كانت بتصور ومفيش اي مشكله، يعني حتى مفيش اي حاجه ظاهره عليها انها مثلا متبهدله او ان هدومها متوسخه او خالص ولا اي حاجه. فبيقول لها انت كنت فين؟ قلت له انا قاعده مستنياكوا، يعني انا ما انتوا ساعه ما مشيتوا انا قاعده مستنياكوا ما اتحركتش. قال لها ازاي احنا جينا وعد 3 ايام؟ قلت له 3 ايام ايه، انا مفيش حاجه عدت، انا قاعده مستنياكوا، انتوا سبتوني الصبح او سبتوني في نور وقعدت اصور واشتغل وعادي ومستنياكوا ترجعوا لحد دلوقتي وانتوا ما رجعتوش. قال لها لا انت اختفيتي 3 ايام، اكدت له انها ما اختفتش 3 ايام
وان كل اللي حصل ان هي حوالي 3-4 ساعات وهي موجوده. جاب الولد التور جايد يحكي لها هي بتكذبهم، انتوا بتضحكوا عليا او عايزين توصلوني لحاجه غلط او تخلوني احس احساس غلط. قالت لها انت مش مصدقاني، تعالي نرجع. رجعت الاوتيل اكتشفت انه فعلا عدى 3 ايام، وانه يعني اليوم النهارده كان بتاريخ كذا، بعد 3 ايام التاريخ اتغير، فبقى في 3 ايام وهي مش عارفه ال 3 ايام دول هي كانت فين. هي كل احساسها عن ال 3 ايام دول انها كانت موجوده مستنياهم كل اللي مر 3-4 ساعات، ما مرش اكتر من كده. الحقيقه ان مفيش اي تفسير تم لموضوع ماريا وتوني خالص يعني، والموضوع اتكتب عنه كتير، لكن مفيش حد عرف يفسر التفسير العلمي اللي حصل ده ايه، وهل فعلا ممكن شخص مننا يختفي لمده زمنيه وكل اللي حواليه يبقوا حاسين اللي هو الفتره الزمنيه دي حاسينها وهو الوحيد اللي مش حاسس. ده اللي حصل مع ماريا فعلا. مفيش دليل علمي بيقول ان اللي حصل ده ممكن يكون حقيقه، لكن الحقيقه ان قصه ماريا حصلت بالظبط زي ما بنحكي كده. كل الادله بتقول ان المكان اللي اختفت فيه ماريا ده في ناس كتير حسوا بحاجات غريبه، اصوات غريبه، او صوت الهواء نفسه غريب في المكان ده، او في حاجه غريبه بتحصل في المكان ده، لكن ما كانش حد عنده تفسير. وكان ماريا هي اول حاله من نوعها يحصل ده معاها. ولو عندك حكايه شبه الحكايات اللي بنحكيها دي تقدر تكتب لنا وتبعت لنا، ونحاول نعمل سيرش مع بعض عليها لحد ما نوصل ونفهم فكره الحياه الموازيه او فكره العالم الاخر اللي ممكن الناس تبقى عايشه فيه. سلام عليكم.